يا ختام الأنبياء ما تمحراب الضياء فاطم تبكي كسرا كيف لا تبكي السماء سيدي هل مت حقا يا ختام الأنبياء راحلا عاشوك قد ضم جراحا وعنا من لآل البيت أبقيت إذا عز الوفا فاطم أجرت دموع الوحي من عين السماء هكذا حان الرحيل في مساء من عويل قبرك العرش السماوي كيف لا تبكي السماء يا ختام الأنبياء مات محراب الضياء فاطم تبكي كسرا كيف لا تبكي السماء يا سراج الله تمضي فدها الأرض ظلام والعمى عاد ولم يحفظ لأهلك الذمام بيت آل البيت في أنحائه نحل حمام وإلى قبرك من فاطمة قد سار الكلام ماشيا فوق الهجين بخطى الظل الكسير وله القبر تفطى كيف لا تبكي السماء يا ختام الأنبياء مات محراب الضياء فاطم تبكي كسرا كيف لا تبكي السماء صار من قبري حبيب الله دمع المرسلين وعلى صوت نبينا لسمع العالمين حاملا جرح أبي الزهراء ضلعا من أنين إنه كسر لضلع العرش للروح الأمين سال دمع الأنبياء من فعال طلقا دفعوا الباب عليها كيف لا تبكي السماء يا ختام الأنبياء مات محراب الضياء فاطم تبكي كسرا كيف لا تبكي السماء دعا
دفعوا الباب على فاطمة الطغري البتول وعدوا لي هجوم الداري أحقاد النصول فأصاب القمر الطاغرة مسمار الأفول دمها فوق جدار الدغر باق لا يزول دمها فوق الجدار وعلى الأرض خمار هتكوا الستر جهارا كيف لا تبكي السماء يا ختام الأنبياء مات محراب الضياء فاطم تبكي كسرا كيف لا تبكي السماء يا رسول الله أنبيك بأفعال الزمان منعوا فاطمة تبكي دمعها كان أذان يعلن الحزن على موتك يا فرض حنان فبنى الحزن لها دارا على كل مكان حزنها يعني الكثير فاسأل الظل عالكثير دمعها لله يشكو كيف لا تبكي السماء يا ختام الأنبياء مات محراب الضياء فاطم تبكي كسرا كيف لا تبكي السماء ليته العالم يفنى ليته حل العذاب وأراهم قد أهالوا فوق عينيك التراب نزل الوحي يعزي نائحا أم الكتاب فوصاياك بنا صارت هباء وسراب ضيعوا الحق الأكيد بدأ الحكم الجديد حكمهم كفر وظلم كيف لا تبكي السماء كيف لا تبكي السماء يا ختام الأنبياء مات محراب يا ختام الأنبياء مات محراب الضياء فاطم تبكي كسرا كيف لا تبكي السماء لشاعر الدكتور أحمد العلياوي.